الله خيرا. تقول فضيلة الشيخ: تواجهني مشكلة أنني إذا قرأت كتابا معينا فإني أنسى ما قرأت وكأني لا أستفيد منه شيئا، وكذلك الحال إذا استمعت شريطا فلا أذكر منه إلا القليل، وجهوني عن الطريقة الصحيحة جزاكم الله خيرا. هذا لا علاج له، لا علاج له إلا في ذكر الله عز وجل والدعاء، دعاء من الله عز وجل، يعني يقول: اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت، فيدعو الله عز وجل، وكذلك يعمل الأسباب التي تحضر فكره وقلبه عند القراءة، يجنب المشوشات، يختار الأوقات الصافية التي ليس فيها ضجيج وليس فيها ما يشوش الفكر، يعني يعمل الأسباب للاستفادة من القراءة وثبوت الفوائد في الذاكرة، يعمل ما استطاع من الأسباب. نعم.